السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات الكرام. في هذا الفيديو أحببت أن أتحدث عن صفة قيام الليل. نحن في هذا الشهر العظيم وفي هذا الشهر المبارك، ولعل بعض الإخوة أو بعض الأخوات يعني لا يستطيعون، أو لبعد المسجد يعني عندهم عذر أنهم لا يستطيعون الذهاب للمسجد لصلاة التراويح، فأحببت أن أتحدث عن صفة وعن كيفية صلاة الليل أو قيام الليل. فإذا كنت أول مرة تشاهد القناة نتمنى منك اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ. إخواني وأخواتي، صلاة الليل هي تقرب وقربة عظيمة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واستمع لهذه الشهادة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة صلاة الليل. فصلاة الليل أيها الإخوة والأخوات لها شأن عظيم وعظيم جدا. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في وصف عباده المؤمنين، عباد الرحمن، يقول: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فالله عز وجل أيها الإخوة والأخوات وصف عباده المتقين بأنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما. وكذلك الله سبحانه وتعالى وصف المتقين وأعطاهم وصف خاص، قال عنهم جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وكذلك الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم كما في كتابه العزيز، قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. فالآيات التي تتكلم عن قيام الليل وعن الصلاة في الليل آيات كثيرة وكثيرة جدا. وكذلك منها قوله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فقيام الليل أيها الإخوة والأخوات وصلاة الليل أيها الإخوة والأخوات لها شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والأفضل في قيام الليل، الأفضل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون مثنى مثنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح، يعني إذا خشي وإذا خاف أن الصبح سيدركه، فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة توتر لها ما قد صلى، فيصلي الإنسان ما تيسر له أن يصلي اثنتين اثنتين، يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يقوم ويصلي ركعتين ثم يسلم، ثم وهكذا حتى يقترب من صلاة الصبح، بعد ذلك يوتر بواحدة وهي الوتر. وأفضل وقت لصلاة الليل هو آخر الليل، يعني الثلث الأخير من الليل. وإن صلى الإنسان قبل أن ينام، لأن البعض قد يخشى أن يغلب أو أن يغلبه النوم في آخر الليل واحتاط في ذلك فلا بأس، وهو أعلم بنفسه. إن قدر في آخر الليل فهو أفضل وأعظم وأجمل إن شاء الله تعالى. لكن إن لم يستطع الإنسان أن يقيم في ذلك الوقت، صلى في أول الليل وهو كذلك مقبول بإذن الله عز وجل، ويؤجر عليه بإذن الله عز وجل. فهذه هي صلاة الليل باختصار شديد أيها الإخوة والأخوات، أحببت أن أتحفكم بها وأن أخبركم بها، لعل بعض الإخوة والأخوات لا يعرفون طريقتها ولا كيفيتها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.